بطولة الشامبيونز ليج وحظوظ طبعا بي اس جي وحظوظ الانتر في المنافسة على اللقب. بشكرك طبعا بداية على مشاركتك، واهلا وسهلا بيك، شرفتنا على شاشة الاهلي. ميرسي افو، ميرسي افو. ميرسي، شكرا لكم. يعني وانت بتتابع مباريات الشامبيونز ليج الموسم ده، قلبك مع مين؟ بتشجع مين؟ الانتر ولا البي اس جي؟ بالانتر بيان سور، بيشجع الانتر بالتاكيد. مين الاقرب منهم للوصول للانتر؟ طبعا كان وصيف البطوله الاخيره، هل تعتقد انه اي منهم قادر على تحقيق او الوصول لنفس المرحله؟ ده بيعتمد على ماتش النهائي لاتيتيكو مدريد، الماتش كان معقد، لكن طالما احنا وصلنا للماتش ان شاء الله باذن الله يكون عندنا الفرصه ان احنا نكسب ان شاء الله باذن الله البطوله. يمكن في فرق بتنافس على اللقب، مين من وجهه نظرك الفريق الاقرب للمنافسه او الفرق اللي عندها حظوظ الوصول للمربع الذهبي؟ بالتأكيد لديهم الفرص للفوز بالبطولة في هذه السنة. أنت كان ليك ثلاث تجارب، يعني لعبت في ثلاث دوريات، لعبت في الدوري الفرنسي، لعبت في الدوري الإيطالي، لعبت في الدوري الإنجليزي، ثلاثة من أفضل خمس دوريات على مستوى العالم. إيه التجربة الأهم بالنسبة لك في مسيرتك؟ إيه الدوري الأقوى أيضا من وجهة نظرك؟ بالنسبة له كانت إيطاليا هي الأفضل من بينهم، لأنه في العصر الذي لعب فيه إيطاليا كان هناك كل أفضل لاعبين العام، مثل رونالدو، باتيستوتا، أفضل لاعبة موجودين في إيطاليا. يمكن لو سألتك على اللاعب المصري مصطفى محمد المحترف في فريق اف سي نونت، يمكن بيقدم واحد من افضل مواسم ليه في الدوري الفرنسي، رأيك في تجربته، تقييمك ليه كمهاجم، ورأيك في وجهته المقبله، هل تتوقع انه ينتقل لاحد أندية المقدمه في فرنسا او ينتقل حتى لدوريات اخرى زي الدوري الانجليزي؟ بالتأكيد نعم، أنه يتوقع أن يقود فرنسا إلى أفضل المباريات. أنا نونت فريق لديه البعيد من الصعوبات، لكنه سيظل الفريق الأفضل في فرنسا أو في الخارج أو في الدوري الإنجليزي أو في الدوري الإيطالي. أنا بتكلم على مصطفى محمد مهاجم اف سي نونت، هل تتوقع انه يعني يستمر داخل الدوري الفرنسي ولا تتوقع انه ينتقل، او عندك معلومات انه ممكن ينتقل خارج الدوري الفرنسي؟ في كلام عن اهتمام بعض الانديه الانجليزيه بيه. يعلم من هو اللاعب مصطفى محمد. طيب خلينا نروح للنجم المصري محمد صلاح، بالتأكيد نجم ليفربول ونجم منتخب مصر، رأيك في مشواره مع ليفربول، وهل تتوقع أنه يقود ليفربول لتحقيق اللقب الموسم الحالي في البريمير ليج ولا لا؟ لا أعتقد أن محمد صلاح هذه السنة، ولا أعتقد أن ليفربول سيكسب هذه السنة، لأنهم خسروا للأسف السنة الماضية، ولا أنا أعتقد هذه السنة أنهم سيقود ليفربول. لا أعتقد أن ليفربول سيفوز هذه السنة. متشائم جدا، رغم أن ليفربول حقيقة استعاد جزء كبير جدا من قوته، وصلاح في أوج تألقه وأكثر اللاعبين فعالية في الدوري الإنجليزي. طب يهمني أسمع، لو كنت بتتابع أو أنت تابعت بالفعل بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، رأيك في البطولة ورأيك في تتويج منتخب ساحل العاج باللقب؟ أنا أعلم كل مهارات محمد صلاح، لكن الفريق نفسه خسر العديد من قواه. معلش طيب أسأل نفس السؤال تاني، السؤال ولا
طيب خلينا نروح لفرنسا. طيب نسأل في فرنسا بقى، فاضل فرنسا وفاضل فرص منتخب فرنسا من وجهة نظرك المقبل على المشاركة في بطولة اليورو، هل تعتقد أنه كيليان امبابي يقود فرنسا أو فرنسا قادرة على حسم اللقب؟ كل نيفو مستوى بطولة اليورو. لو نوفو دورو مسيو لورو 24. Oui, بالطبع نعم، لأن فرنسا فريق قوي وبالطبع ستفوز. عندك معلومات عن كيليان امبابي وهل سيذهب لريال مدريد؟ لا أعتقد، لأنه بس سينتقل إلى ريال مدريد. ستيفان دالما نجم فرنسا ونجم طبعا البي اس جي والانتر، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. اهي المعلومه بيقول لك في شك اهو. لا هو يعني هو ستيفان دالما يعني ايه بيحسبها حسابات تانية خالص يعني. بعد المفروض بعد ما انا ما اعرفش مصطفى محمد واضح ان هو مش بيتفرج على الدوري. كان لعيب كويس وكان في ايطاليا وفي توتنهام كمان كان عنده. انا كنت عايز اساله هو له لحي احمد حسام ميدو في توتنهام ولا لا، بس انا هو واضح ان هو طريقه لعبه مشكله مع المصريين. طريقه لعبه شبه سيدورف شويه يعني، كان ستايله كده شبه سيدورف في الملعب. هو قال لك انا ما اعرفش مصطفى محمد وصلاح مش هياخد بطولات، فاحنا طيب خليني اروح مره ثانيه للمدربين. كلام كمان يمكن زي ما اتكلمنا على ارتيتا، توماس توخيل كلام على يورجن كلوب انه خلاص يعني